وان الهيمي فيرتبرا الفورميشن بتاع الفيرتبرا مع الهار at the same time، فالتايمينج دهوت يخلي الكونجينتا انومال وجود. ده الكيس كلها تتركز على الموضوع ده بالذات. لكن سكوليوس ايه يعني؟ سكوليوس هيعمل ايه للعيان يعني؟ جدع جدع. انت فيكم ناس والله العظيم، لو انتوا لو تذكروا تبقوا رائعين جدا، انما معظم الوقت بتلعبوا. انما لو انتوا لو بتذكروا معظم الوقت هتبقوا بريليانت بصراحه، لان في حاجات غريبه بتطلع منكم والله. بس ذاكروا بس، انما معظم الوقت انا عارف انكم بتعبسوا او منهكين بالحاجات المنزليه. تلاقي مثلا والدك روح هات كذا، روح اعمل كذا، مش خايف مش عارف كذا. يا عم انا عايز اذاكر يا عم، فانا معاك. لكن انتوا تذاكروا بصراحه يعني حاجه مصح او تعمل وتشرب، ممكن كمان اشد مش الاسكابولا بس والكلافل كمان، واعمل كومبريشن على الروت، واعمل سيرفايكال ريب، وتزن على اللور روت وتعمل لي بينه مش عارف ايه نتيجه السكوليوزس ده. صح جدع. انت جبتها منين دي؟ هي مش موجوده بين داود ابدا. انا دخلت بين داود 100 مره مش موجود. جبتها منين يعني؟ حتى دخلت بوارس اللي جنبي مفيش. لا انت جبتها من العزيه ولا من حته تانية؟ من العزيه؟ ها؟ من العزيه. الواحد ما بقالوش سلطه دلوقتي خلاص في العزيه. كان زمان اي حد يدخل العزيه اعرف ولازم اخد تصريح مني. دلوقتي ما فيش، بيدخلوا كله. لا انا ما شفتوش قبل كده هناك في العزيه، ويقول لك رحت العزيه واشتريت. صح تعمل تشد الايه السكوليوزس ده. تمام. طيب ايه سبونتينس فاجينا يعني ما فيش كومبليكيشن، يعني ايه ما حصلش اوبستراكشن للليبر واضطريت ان انا اشد مثلا وحصل ايه التواء للعمود الفقري ده نتيجه الليبر. ده سبونتينس وولد الطبيعي وكل حاجه، يعني ما تفكرش ان الولاده هي السبب. لا دي مولوده بيها بدليل. انما لو هو عايز يعربك الموضوع بقى ويقول لك ده difficult vaginal labor and they have to use forceps مثلا او severe traction زي الانجي بتاع البريكر بليكسس، لازم يجيب لك القصه في الولاده. لان اقول لك spontaneous vaginal labor اتقطعت ازاي يعني؟ انما هنا ده congenital، فقال لك spontaneous vaginal delivery يعني اوعى تفكر ان يكون بيرث تروما. يا دوب دوال نزلت على طول. دي الفكره كلها. لازم كل جمله يلقى لها معنى، يا اما عشان تؤيد يا اما عشان تنفي. تمام. البراكسيال مش ذنب بالذات. تمام. تمام. انتوا مش عارفين. ده المفروض انتوا عارفين ده الهارت بالذات ده يعني انتوا عارفينه يعني ايه فريرة. ايوه اثينك كدني. كدني ممكن. كدني ممكن يكون معاه كونجنتا نمري ايضا، لان كلهم ات ذا سيم تايم بيطلعوا. كدني مع ايه؟ كدني بالذات. الايه؟ كيفوز
الكيفوز ده ايه اسباب الكيفوز الصحيح؟ التي بي ايه؟ اوستيوبروزيس. التي بي كلام جميل بصراحه. ليه بقى؟ انتوا عارفين ان الفرتبرا وفرتبرا وفرتبرا والفرتبرا مربعه خلاها مربعه خلاها مربعه خلاها مربعه وديسك ما بينهم. اوكي، التي بي بيمسك البودي بتاع الفرتبرا. ليه؟ لو بصيتوا للفرتبرا هتبص تلاقي على الباك بتاع البودي فيه فتحه، فيه خرم، هذا الخرم داخل فيه البيز فيرتبرا الفين. هذا الفين ده هو اللي بينقل التي بي لجوه البودي بتاع الفرتبرا، فبيحصل كازيشن، يحصل كولابس للفرتبرا، بدل ما هي كانت مربعه تبقى مثلثه ولتحتها مثلث وجي شيب. وجي شيب ابص على عمود الفقري خد الكيفوزس، وزيك في التي بي كيفوزس. صح، تمام تمام. وفي تاني ايه؟ اوستيوبروزس. اوستيوبروزس هيعمل ايه يعني؟ يعني برضو ايه كل ايه مش بيعمل بقى، بيعمل ايه كمبر يعني ايه؟ انت عارف ايه؟ انت عارف يعني ايه لما تيجي تعمل فريكشن للفرتبرا وتتكسر برضو يحصل لها ويجي شيب ديفراكشر؟ نفس الفكر، لان البودي في اوستيوبروز، فده يعمل لي الكيفوزس بالذات. والكيفوز طب واخد الايه الناحيه الايه اللي في الثوراسيك ريجون اكتر، عشان تمام. لو عنده سكوليوزس ده كلام ادفانسد بصراحه بيني وبينك، يعني هتعمل هتشخصه وتعمل انفستيجيشن وتوديه للسبيشاليست بتاعه، ويعني دي الحاجات الكليه انت مش تيجي يمه. ايه؟ ولوك فور اذر كونجنتال ديزيز. صح، لان ممكن يكون مالتيبل. كويس، وايه تاني؟ انتوا بتقولوا كلام عظيم اهو، انا عايزكم انتوا اللي تقولوا كده. يعني ايه؟ يعني زميلكم اهو قال كلمة عظيمة، وزميلكم اهو قال كلمة فعلا. لما الاقي كونجنتا انوملي ادور على الاذر كونجنتا انوملي، ممكن تكون اخطر من اللي انا شايفها، يعني ممكن تكيل العيان اصلا. ففعلا لازم ادور على المالتيبل كونجنتا انوملي وانفستيجيشن وريفرنس. هم دول المين تاع انفستيجيشن عشان وريفرنس للي هيعالج كمان. دي كلمة ادفانسد بصراحة، يعني في حاجات كده مش كيس فايف ولسه في فايف. لاست كيس. قول قول. طيب، while having a lunch at the weekend at your grandparents' house, your grandfather handed you an x-ray of his pelvis telling you, I visited a physician today and he told me I have hip arthritis. Is that true? وفي اشعه. Yes. طيب تمام تمام. واحد كبير في السن، جراند فازر او جراند ماذر مش مهم، هو كبير في السن وجاي بيقول انا عندي ارثرايتس وجايب لي اشعه للني جوينت، ماذا اتوقع من غير ما ابص الحاجه؟ من غير ما ابص الحاجه اتوقع ايه؟ ده راجل كبير في السن، نمره واحد اولد ايج، ونمره اتنين بيشتكي من الم موجود في الركبه، نمرة ثلاثة وفي اعاقة حتى في الحركة بتاعت الركبة. اول دياجنوزس هيخطر على بالي اوستيو ارثرايتس، which is common في هذا السن.
واللي بتعيقوا عن الحركة والكومن واحد عن 80 سنة يعني عايز يعني ايه يعني او 70 سنة. يبقى كل ما ايه كده اوستيو ارثرايتس، اول ما اسمع كلمة اوستيو ارثرايتس هلاقي فيها ايه؟ نمرة واحد، هلاقي الكافيتي بتاع البون قل، يعني الهيد اوف ذا فيمر اهي مثلا والاستابلو كان في مسافه ما بينهم، هلاقي المسافه دي راحت. نمره واحد. نمره اتنين، هلاقي في عظم زياده نيو بون فورميشن، اوكي. هلاقي فيه البون بقى مور سكلوروتيك، بقى ابيض اكتر من اللازم، مور سكلوروتيك يعني العظم التاني بيبقى ايه يعني، هتلاقي العظم اللي بقيته شيء يعني قليل كده الدنس بتاع، لكن ده هتلاقي عندي الجوينت فيه دنس ابيض. ده اذكر دي انديكيتنج ارثرايتس 100%، او الماء الابيض ده وجوينت سبيس والاوستيوفايز، وممكن الاقي فيه سيست كمان في البون، لا حته فاضيه سودا جنب الجوينت سيست. كل دي علامات الاوستيو ارثروز. فقبل ما امسك الاشعه هتوقع، انا ببص لكده، ببص لدول الجوينت سبيس موجود بالنسبه للناحيه الثانيه، لو كان مثلا يونيلاترال كويسه ودي لا دي حاجه، هبص لا دي ابيض من دي البون ديس ده اوستيو ارثروز، في سيستم موجوده فيه اوستيوفايس زوايد عظميه كده لا طالعه من الـ من الهيد من جنب الهيد اوف ذا فيمر كده، او طالعه من الايجز بتاعه الاستابلم، دي بيسموها دي اوستيوفايس كاركترستيك للاوستيو ارثروز، وممكن تكون هي عامله الالم كله، ممكن تعمل ترقعه كمان، يقول لك لما بعمل رجلي بتطرقع بالم نتيجه الاوستيوفايز دي، او ممكن الاوستيوفايز تتكسر وتدخل في الجوينت وتعمل له موتيشن اوف مومنت، يقول لك انا جيت بقاتني رجلي لقيتها فرقعت ومش قادر دلوقتي افرتها، ممكن الاوستيوفايز اتكسرت ودخلت ما في الجوينت ومش قادر يعمل عشان وهكذا. فلما اسمع كلمه ايج وني جوينت بالذات، ني جوينت بالذات او هيب جوينت، لان دولت الويت بيرنج، دول بيشيلوا وزني، فهم دول هيتاثروا اكتر، اعرف ان موست بروبل ده اوستيو ارثروزس. لما اجي عند الاشعه الجوينت سبيس الدنس بتاعت البون الارتيكوليتنج سيرفيس، لو في سيست ولا لا، في اوستيوفايس ولا لا، وطبعا كلينيكال في ليميتيشن اوف موفمنت موجود، في بين مع الموفمنت ده كلينيكال. فشوف بقى في الاشعه بتاعتكم هتلاقوا في ايه. السينوفيال فلويد ما يقدرش يطلع بره الجوين، لكن يقدر يعمل افيوجن، ابص الاقي الني جوينت اتملت ميه، يقول لك رجلي الركبه بتاعتي بتورم فيها ميه من الاحتكاك اللي جوه السينوفيال ممبرين، نزل فلويد اكتر فتلاقي الجوينت ورمت نتيجه الافيوجن. فايه اللي موجود عندكم بقى فيها؟ شوف الاشعه كده وشوف المنظر وقارن، قارن ما بين دي وما بين دي، لو عندك اتنين شوف الجوينت السبيس موجود ولا لا، وريجولار ولا الريجولار والبون دنسيتي، شوف هتلاقي لما تلاقي البياض ده بتاع البون دنسيتي تعرف ان في حاجه في الجوينت على طول. شايف البياض؟ ده بياض، انكريز بون دنسيتي معناها في انفلاميشن في الجوينت دي فورا بلا تفاهم. يعني لو طبيعيه هتلاقي البون دنسيتي اقل من كده 100 مره. انما بون دنسيتي بالطريقه دهيت على طول انديكيت ان الجوينت دي افكتد 100%. في اوستيوفايس عندك ولا في؟ انا شايف في سيست. في سيست. في سيست عندي جنب تحت انت التروكانتر كلايم بتاع الهيد اوف ذا فيمر كده، في حته كافيتي كده اسود. ايه ده؟ هي الدنس زادت اهي زادت اهي، والجوينت سبيس قل خالص. الجوينت سبيس ده هذه ماني ملاحظها صراحه، ما اسست مش مهم، انا شايفها ده مبان حته السوداء،
كافيتي اسود كافيتي اسود كافيتي اسود بالظبط ده سيست سيست هتلاقي كافيتي اسود ديجنريشن ديجنريشن شيز واوستيوبوروس في ونيو بون فورميشن حواليها فبيعمل السيست دي من ضمن الكلاسيك بيكتشر بتاع الاوستيوارثرايتس اللي هو ديكريز البون ديكريز الكافيتي بتاع الجوينت انكريز البون دنسيتي السيست الاوستيوفايتس والعيان بيشكي دي كاركترستيك الاوستيوارثروس اي حتى لو في ني جوينت ايوه مش مش سيست حاجه كونجن نتيجه نتيجه انت عارف لما بيحصل ان نتيجه الانفلاميشن في الجوينت بيحصل ريديستريبيوشن للكالسيوم ليه اولا الحتت اللي حتت ابص الاقيها الكالسيوم ضعيف جدا فيها وحتت الاقي فيها بون دنسيتي عاليه وحيث تلاقي البون كالسيوم راح كلهم وخلوا بقى كافيتي لا اكثر ولا اقل يعني مش حاجة يعني ايه كالسيوم قال في الحتة دي كلها فتكونت حتة سودة ما فيهاش كالسيوم وحولها كالسيوم فيعني بس هي السيس حتة سودة ومحوطة بحتة بابيض بقعة سودة بقعة سودة ده السيس بقعة سودة الموفمنت very limited movement و very painful movement و limited طبعا limited limited طالما في joint affection كل التفاصيل كلها واضحة البين مع الموفمنت limitation of movement كله لان ده جوينت ديزيز مش مثلا حوالين الجوينت لا ده جوينت ديزيز يبقى كله البين والليميتيشن اوف موفمنت والموفمنت كلها بينفول فريكشن اكستنشن لان ده جوه الجوينت الهيب جوينت البلفس البلفس عبارة عن ايه انا عندي هيب وهيب وسكرم وكل واحدة هيب من فوق الاليام ومن قدام البيوبس ومن خلف الاسكيام والتاتا بونز بي ارتكليت عند الاستابلم والاستابلم هي اللي بتارتكليت مع الهيد اوف ذا فيمر عشان يعملوا الهيب جوينت ده سؤال فيري سيمبل سيمبل سكويموس ابيثيليوم Where is the sacroiliac joint? The sacroiliac joint ما بين السكرم وما بين الإليام. عندك على في الأشعة وعايز شوفه في الأشعة. أو عايز شوف في الأشعة شوف في الأشعة. واضح حتى الأشعة. واضح. ما بين السكرم والإليام على طول هتلاقي في كافيتي إيه هو ده sacroiliac joint. عادي ايه اللي استشهد البوكسيم الفارت دول مصايب كلهم الليسر تروكانتر سواس ميجر والإلياكس إلي سواس الليسر تروكانتر الجريتر تروكانتر ذا فيمر كل الباك كل الجلوتيال ريجون كلها عن الجلوتياس ميدياس والجلوتياس مينيماس من لاترا والانتور اسبكت والبيريفورمس ماسل ومن الميديال سايد الاوبتريتور انترناس والاوبتريتور اكسترناس في يعني كلهم عندك في الابر اند في الجلوتيال تيوبروستي برضو اتشت فيه تلات اربع بتاع الربع الديب بتاع الجلوتياس ماكسما ومن الباك في التروكانتري كريست وعليها كوادريت تيوبر كوادريت تيوبر كلدو كوادريتس فيموريس ماسل يعني مصايب كتير قوي يعني الابا البروكسيمال بارت بتاع الفيمر ده مليان What are you going to tell your grandfather about the possible diagnosis of his condition? اقول والله يعني يا ماي جراند فاذر الموضوع يعني مش بايدنا
الموضوع يا جراند فازر انك انت عندك التهاب في المفصل دوت من زمان من زمان, وانت وحمل المسؤولية بقى كمان, وانت سكت وما عالجتوش وما لازم لغاية ما يقوم يضربني. مش هو جراند فازر, جراند فازر لازم يضرب الايه الواحد لازم. طبعا هتفهموا الموقف طبعا ان ده التهاب في المفصل, والتهاب في المفصل ده بيسبب الم, والالم ده هو احيانا بيبقى نوع صحي. صحي يعني ايه؟ يعني بيلمت الموفمنت بتاعتك عشان ما تكسرش المفصل اكتر. يعني هو البنا سبحان الله يعني عامل ايه, كان عندي مثلا التهاب في الركبه بتاعتي يجي لي الم مع الموفمنت يخليني ما اتحركش كتير. لو واحد شال الالم ده, شال الالم باي سبب من الاسباب وعنده اوستيوارثرايتس زي ده اهي وشال الالم, بعد شهرين ثلاثه هتلاقي المفصل اتدمر. ليه؟ لانه مش حاسس بالم وعمال يتحرك يمين وشمال مش حاسس بالم. هو اللي بيحدد حركه الواحد في الالتهاب مفصل ايه؟ الالم. الم في الم بيقعدني امشي خطوتين في الم اسكت, انما لما يجيش الم هاخد من هنا لغايه العزيزيه ماشي وارجع ماشي, وكل ده كله بيتكسر في مين؟ في المفصل. اوستيوفايتج مكسره هنا ونازله جوه المفصل ويحصل فيه نيو بون فورميشن ونيو سيست فورميشن ومش عارف ايه وايه. تبص تلاقي بيسموها شاركو جوينت, شاركو جوينت ديستراكشن اوف ذا جوينت ديو تو ديسابيرنس اوف بين, زي في السرينجوميلي. سرينجوميليا السبينو سيراميك تراكت كلهم من ناحيتين راح, العيان المنطقه بتاعت الشولدر دي مش حاسس باي بين. لو في ديزيز في الشولدر مش حاسس بيه. في الاخر ابص الاقي في الاخر الشولدر جوينت اتدمرت مش عارف حتى احركها كده. ليه؟ لانها متدمره من جوه نتيجه البين ما فيهاش بين, فالعيان استغلها وهي اصلا ديزيز. بيسموها شاركوت جوينت, شاركوت سي اتش اي ار او تي, شاركوت جوينت مع السرينجوميليا. واضحه قوي مع السرينجوميليا. والله هو التريتمنت نمره واحد. يعني انت هتقول ايه رايك؟ قول. لا يعني انت ايه, انت بتحاول مثلا ايه؟ اولا الريست على قد ما تقدر عشان نمره اثنين. في هيدروثيرابي لك تحت الميه وتحرك رجليك تحت الميه مثلا. في انالجيزك عندنا, في انالجيزك وممكن تستعملها في سيرتن بوزيشنز معينه وخاصه في ني جوين يحطها عشان يقل الالم. يعني في كذا حاجه قبل ما ايه ما توصل للمرحله الايه ان انا شاب ما تدخل عمليه امسكك الترابيزه وخبطك بيها. لا اقول له ريست وفي انالجيزك ومش عارف ايه وفي ريديو ثيرابي وفي فيزيو ثيرابي كمان. فيزيو ثيرابي يعني ليه اثر كبير جدا في الموفمنت في البين بتاع الجوينتس والبين عموما ان جنرال. في فيزيوثيرابي وفيه الميديكيشن وفيه التشينج المود اوف لايف بتاعتك, ده كله ممكن يساعد ويتحسن الالم شويه. فلازم يعني دايما تبدا بالحاجات اللي هي البسيطه, وبعدين ما تقولوش بتروح لدكتور لسبب واحد. انت هيقول لك طب انا اعمل ايه يا ابني؟ اقول له روح للدكتور. هتلاقي مش انتوا قاعدين يعني هم قاعدين كانوا ياكلوا, هتلاقي طبق من الاطباق في وشك على طول. امال انا بسالك ليه؟ ما كنت رحت للدكتور يا خد. لا مثلا خاصه لو كان في لحم يبقى حلو تاكلها حلو, يعني لو كان طبق في لحم, انما لو ما كانش في لحم بقى تبقى مصيبه بصراحه. فلازم تقول له والله كذا يعني بالراحه كده يعني كلام كده ايه او ريست عشان يخف الالم. ممكن فيزيوثيرابي علاج طبيعي بتاع الدكتور علاج طبيعي. انرجيزك تاخد شويه ادويه كده اهوت يريحوا الالتهاب والحاجات ديت كده اهو. الوزن بتاعك لو هو تقيل
أقلل الوزن شوية هيقل الحمل، هيقل الألم، هيقل مش عارف إيه وهكذا. يعني شوف المسببات بتاعته وكده أمشي معاه. بعد كده أجي سايبه جاري لأن إيه هتضرب 100%. والجراند فازر ده بيبقى قوي، ما بيهموش على فكرة، ما بيهموش أبدا. يعني إيه هو عايز يربي الولد ده تربية كويسة، من ضمن التربية كويسة يخبطه في وشه يجيب أجله لكنه كده. فحذاري من الجراند فازر. جراند مازر طيب أقعد جنبها كويس، جراند فازر حذاري منه. الله يبقوا ناس طيبين، ربنا يحميهم يا رب واسترهم. أقول تاني خلاص كده. طيب انت طلعتوا بايه من الموضوع ده بقى؟ سير ديسبيكيشن. طلعتوا ايه؟ سير ديسبيكيشن يعني بجون شيل نظري شيل الساتك، بس عملي براكتيكال شيل الكومن برينيال. بيأثر على الكومن برينيال بارت بتاع تمام. وجيب انا جوز فليكشن ولا الكيل اسبكت ولا راس الكتاب اتفلك ما فيها شو اسمه فيش ايه؟ ما الانتيرو كومبارت بتاعت الليج هي بتعمل دورس فليكش، ما فيش دورس فليكش، هيبقى في بلانتر فليكش. اللاترال كومبارتمنت تعمل ايفيرشن، ايفيرشن يعني كعبي يتجه لبره، هيبقى في انفيرشن. يبقى بلانتر فليكشن وانفيرشن ده التاليبس اكوينو فيروس. تلبس اكوينو فيروس. ايه تاني استفدتوا النهارده؟ تمام. تمام. صح، نون سبيسيفيك بين. صح صح، حلو قوي قوي. كمان ايه تاني؟ ده معظمها نان سبيسيفيك، معظمها. لكن اول ما تبقى انما لوحدها كده متحرك طز فيه، انما سرح لو كحيت الالم بيطلع من ظهري برضو، دي مش حلوة برضو، دي بتاعت الديسك، دي بتاعت الديسك. طب انا هقول لكم حاجه، انا هقول لكم حاجه. عيان جه بيشتكي من الم في ظهره، كان كويس الم في ظهره. هذا العيان بيشتكي من الم في ظهره، قلت له الالم بيروح في التاني؟ قال لي لا ما بيروحش. قلت له يعني لو كحيت الألم بيزيد؟ قال لي برضه مش شرط، مش شرط. الألم مع الحركة؟ قال لي الحركة بيزيد، لكن الكحة اللي انت بيزيد. طب الألم بيسمع في حتة تانية؟ قال لي ما بيسمعش، في ظهري ما بيسمعش، ما بيسمعش. قلت له اعمل لك اكزامينيشن. جيت بتك على الفرتبرا اللي هي فيها الألم، قال لي ألم، في ألم، في ألم. What this mean؟ ها؟ ها؟ What this mean؟ اللي عندنا قلته، ما سألنيش تاني بقى. عشان إيه؟ قال إيه؟ هو اعتقد ان اخر ممتلكاتي ريال، ده لو كان معلومات صح. فايه اللي هيقوله هياخد؟ ده اخر ممتلكات نمتلكه في الدنيا كلها، يعني هقعد بقيه الشهر من غير اي فلوس، هروح استلف واشحت من الناس واكل في الحرم. يعني ده اخر ما امتلكه، اخر ثروه بتاعتي. ها؟
لا ما انا ما ده هيدفع ان ناكل اكتر لان نحشحت. تعرف الشحات؟ تعرف يعني هشحت؟